أطلقت بسجن تلال الثاني بمكناس حملة للكشف عن مرض السل وسرطان عنق الرحم، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية لفائدة نزلاء السجون بكافة جهات المملكة. وستهدف هذه الحملة التي ستشمل مستقبلا 6 جهات عبر المملكة نزلاء السجون المحلية في تلال الثاني وتازا وبوركايز فاس فيما يخص الكشف عن سرطان عنق الرحم، ونزلاء المؤسسات السجنية تلال الأول والثاني والثالث فيما يتعلق بمرض السل. تسلمت المندوبيه العامه للسجون اداره السجون وحدتين طبيتين متنقلتين من طرف مؤسسه محمد الخامس للتضامن، وبفضلهم ان شاء الله باذن الله غتكون البدايه ديال الانطلاقه واحد الحمله طبيه اللي غتهم في البدايه 6 ديال الجهات، واللي غتستهدف واحد السكنه السجنيه ديال 30,000 سجين. سيريموني دو لونسمون ديال كومبان دو ديبيستاج. إن حملة الكشف عن مرض السل وسرطان عنق الرحم التي تندرج في إطار الاتفاقية الموقعة في يوليوز 2016 تهدف بالخصوص إلى تعزيز الرعاية الصحية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، وتندرج أيضا في سياق المخطط الوطني الاستراتيجي 2018-2021 الذي أطلقته وزارة الصحة في مارس الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة داء السل. هذا المخطط يهدف إلى تقليص الوفيات الناجمة عن المرض بنسبة 40%. وتم إطلاق هذه الحملة التي تشرف عليها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع وزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ومؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان.